بينا يا مسلاوي. هلا لحظه خلينا نبطل بكلتي. مسوي ستايل محبوبه مبروكه بس توالينات اليوم. شنو هذا؟ ايش حاطه؟ شنو هذا؟ تخيلي هذه قصت علي الشغاله. قصت علي شغاله تقول لي نوفت عالي اسوي ايش تسريع؟ قلت لها يلا صامولي صامولي زين اللي غالي وكلتش بمطعم راح تدمنينه. قاعده كذي واجواء عندك ترتيب. يلا انا اللي اضبط. ضبطي عدل طول عمري اضبط. بعد عاد متخوني من وراي تاخذين بوسلو ما تروح الا ريلي على ريلي كذا. لازم بوسلو. يعني رومانسيه اكثر من كذي ما عندي. نعناع وورد والوجه الحسن احبك يا اخي. والله اني مضطتها. هذا المطعم الشيف ماله شيف جايبينه من لندن، نفس اللي يشتغل على مطاعم هاروز واكبر المطاعم بلندن. يعني المنيو قاتل. هذه الذرة على الطريقة السنغافورية، جبن والصوص ليمون جراس. Crispy chicken. This is cheese. Cheese crispy spiral. Cheese crispy spiral. ولك مجرم ولك الريحة. يبو. أبي هذه اللي لفوها بالجبن تحطينها بصحن. حطها بعلجك على طول. للحمة دايبة. هذه السوشي. هذه it's marinated with coffee. تخيلوا. ناقعينها بقهوة بس طالع الطعم خرافة. متابعاتي يسألون شنو سر رشاقتك؟ نزلة معوية. نزلة معوية؟ قالوا لي هذه أقوى شيء عندهم. هذه الكبة داخلها لحم شورت ريبس مطبوخ 24 ساعة، يعني ذايب. حق رجيم نوف. اي وايد. يبو. بعدين يقدمكم العيش يحطونه داخل كوكونات شيل. ريحة الكوكونات واللحم شيء خرافة. العزر أنا مجرم المطعم مجرم المطعم. انا ما ادري انت شنو تحبين.
خفت خاطر طلبت لك برياني. الحلو ان المطعم فيه كل شيء، برياني تبون، باستا تبون، كله موجود. اوفر اوفر ترفة اوفر. لا والله اوفر طابخينها مليون سنه، ما ادري ايش كذا طابخينها يعني. تشي اللحم ينوكل ولا ما له داعي؟ وبعدين هذا ذره ترى هيلثي زين. هي بي يمي حلو يا حلو. ثلاث انواع برا. لا لا داعي. ثلاث انواع برا، براون وتمر وهذا دايتيري. ناتع والله ضبطت. في شنو في؟ نطعة كوفي تقول فيه. هذا ذهب بدري شنو؟ نط هني. أحلى؟ أبي تدقين هذا. أوه. والله نطعة كوفي. المطعم طايحة فيه من فترة لأن برج كريستال جبال قهوتنا روسترز أند باريستاز أول مرة أي أقعد. الأكل والله أكل. أول مرة أذوقه بالكويت، يمكن في أطباق أول مرة أذوقها بحياتي، تجربة جديدة، ديكور مريح، مطعم رهيب، ما يشبه أي مطعم ثاني بالكويت. تفلعيها خلينا نشوف شنو في داخلها. مو مطاوعني والله. لا فلعيها أنا في الفوق. يووو شنو هذا؟ آيس كريم؟ وعليه مثل شيء كذي ديب فرايد. وهذه الصلصة توفي وكوفي إسبريسو. واي. وهذا الشيء اللي يذوب نيران. سوي نفسك ما تدري اني بصورك زين. لا كبرياء، ابي كبرياء، ابي انفه وكبرياء. ايه انفه قنفه. ولازم تجربون هذا الشاي الورد الطبيعي مع البابونج، هذا من اغلى واجود انواع الشاي، وبس لوفت اللي عندهم اياه هني، هم الوكيل الحصري له بالكويت. بوريكم لما تفتح الورده شلون تصير. شوفوا شلون تصير بعدين، في شاي اخضر وفي بابونج. وردتي. وردتك؟ يعني دية. لذيذ شكله. حرام اشربه حرام.